مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الحادي عشر العلمي، اليوم مستكمل الدالة العكسية. أخذنا في الأول كيفية إيجاد قاعدة الدالة العكسية بين جبريا وبيانيا. اليوم لو أعطاني كيف نتحقق من نتحقق أنه الدال يعطيني دالتين، كيف نتحقق أن هاي الدالتين كل واحد منهم عكسية الأخرى أو لا. قاعدة التركيب العكسي شباب، إذا كانت دالة F دالة واحد إلى واحد ودالتها العكسية الدالة G، يعني إذا عندي F وG، F الدالة الأصلية والجي هي الدالة العكسية، متى بقدر أقول هذا الكلام صح؟ إذا فقط إذا كان الـ FGX FGX بيساوي X والـ GFX بيساوي X. يعني لما يعطيني دالتين يقول لي بيّن أن الـ FX دالة عكسية الدالة GX أو العكس، بوجد FGX إذا طلع الجواب X بكمل GFX، أما إذا طلع الجواب غير أي جواب ثاني معناها خلاص بتكون الدالتين ليست عكسية عكسية الأخرى. مثال التحقق من الدوالة العكسية جبريا، أثبت جبريا أن FX اللي هي X كيوب بلس 1 والجي إكس إكس الجذر التكعيب الإكس ماينس 1 دالتان متعاكستان. طيب يلا شباب، متى بيكونوا دالتين متعاكستين؟ أيوة علي، لما يكون نأخذ F بعد G للX، وإذا طلع جواب X بنكمل على الجي بعد F للX، يعني بنوجد FGX. FGX زي ما أخذنا في بداية 2.2، FGX اللي هي بنأخذ بنحط ال F وبدل GX بنحط الإجابة تبعتها اللي هي الكيوبيك روت للX ماينس 1. هل هذا الكلام بيطبق مين في ال F؟ إذا بدل X بدي أحط الجذر التكعيبي ل x ماينس 1 والكل تكعيب زائد 1، الجذر التكعيبي ل x ماينس 1 كيوب بلس 1، الجذر التكعيبي مع التكعيب بيروح مع بعض بيصير عندي x ماينس 1 بلس 1، يعني بتساوي كام x. اوكي، اذا الشرط الاول تحقق، اذا اروح للشرط الثاني. الشرط الثاني ان اجيب g بعد a f للx، يعني g وبين قوسين f x ل x كيوب بلس 1. اجي في قاعة الجي اشيل الاكس واحط مكانها اكس كيوب بلس 1، اكس كيوب بلس 1 ماينس 1، هدول بروح مع بعض وبالتالي جذر التكعيب لاكس كيوب اللي بيساوي اكس. اذا تحقق عندي ايضا الجواب اكس، يعني هاي لاحظوا شباب، اف بعد جي لاكس اعطاني اكس، وجي بعد اف اكس جي بعد اف اكس بيساوي اكس. اذا بستنتج انهم مالهم دالتان متعاكستان. إذا صار عندنا فكرة جيدة عن متى يكون الدالتين متعاكستين. أعطاني مثال آخر، قال لي fx عندنا x سكوير بلس 5 والgx الجذر التربيعي لx زائد 1، هل الدالتان متعاكستان؟ إذا بنأخذ نفس الأسلوب الطريقة في المثال السابق في الفقرة A. شو نأخذ يا عثمان؟ نأخذ f بعد g للx اللي هي f ل سكوير روت ل x زائد الواحد، هاي تنحط بدل x، يعني حتصير عندنا روت اوف x بلس 1 اول سكوير بلس 1. طبعا لما نربع حيعطينا x زائد جذر x زائد 1 زائد 5، يعني اذا لا يمكن تساوي 5، لا يمكن تساوي x، وبالتالي غير متعاكستين. يلا هلا بكتب السؤال واغلق وقف الفيديو وحاول تشوف لي هل الدالتان متعاكستان ام لا. طبعا بدك تاخذ وقت اقل شيء 5 دقائق، بعدين استكمل مع بعض. ناخذ اف جي اكس، اف لنص اكس زائد 5 زائد 9 اللي هي بدل الجي اكس، بنحط 2 قوس نص x زائد 9 ناقص 9
يعني بصير عندنا 2 في نص بيعطينا x زائد 18 ناقص 9 يعني بيعطينا x زائد 9، إذا لا تساوي x، إذا الدالتان غير متعاكستين. مين طلعها عند غير متعاكستين؟ تمام. هلا في بيعطينا دوال على يعني مش ممكن بيكون عكسية تبعتها مش دالة إلا إذا حددنا لها مجال محدد، يعني مثلا هاي الدالة مرت معنا أكثر مرة اللي هي إكس تربيع. إكس تربيع لما نعملها انعكاس على واي بيساوي إكس اللي هي يعني كان نوجد علاقة عكسية بتكون هذا شكلها، طبعا هاي لا تعتبر دالة. إذا الإف إكس هي دالة، بس كيف نعرف إنها دالة؟ إنه الخط الرأسي بيقطع في نقطة واحدة، لكن هاي دالة ليست واحد لواحد، وبالتالي العلاقة العكسية تبعتها ليست دالة. طيب لو أخذنا مثال ثاني، هاي دالة تمثل الجذر التربيعي لإكس، خذ خط رأسي بيقطع في نقطة واحدة إذا دالة، خذ خط أفقي بيقطع في نقطة واحدة إذا هو دالة، وبالتالي في الحالة هاي دالة واحد لواحد بإمكاننا نوجد لها دالة عكسية، وإذا أوجدنا انعكاس على مستقيم واي بيساوي إكس هيطلع عندي الشكل هذا الشكل. إذا هاي اللي هو بتكون، إذا هاي اعتبرنا اف إكس هاي بتكون اف ماينس 1 لإكس، هاي الدالة العكسية. إذا بعض الدوال يعني زي اف إكس اللي إكس تربيع ممكن يصير لها دالة عكسية لو أخذت بس الجزء اللي على اليمين فقط أو الجزء اللي على اليسار فقط، كما حنشوف في الأمثلة الجاية. مثال 6 صفحة 90، إيجاد الدالة العكسية جبريا. أثبت أن اف اكس لها دالة عكسية وأوجد قاعدتها، أذكر أي قيود على مجالي اف اكس واف ناقص 1 الاكس. إذا في البداية يا شباب، اف اكس دالة جذر، ودالة الجذر زي ما نعرف لازم تكون اللي تحت الجذر موجب، يعني لازم x بلس 3 أكبر ما يساوي 0، يعني مجالها x أكبر ما يساوي 0. إذا أول شيء بيانيا ناقشها بيانيا، لو رسمت هاي fx وطبعا من تبدأ من س من ماينس 3 وتستمر، إذا المجال من ماينس 3 إلى موجب ما لا نهاية. الصورة العكسية أو الدالة العكسية تبعتها تبدأ من الصفر وإلى موجب ما لا نهاية، يعني مجال ال fx من ماينس 3 إلى بوزيتيف انفينيتي، والمدى من الصفر اللي هو من y، كنا المدى من أسفل إلى على أنزل نقطة، هاي نقطة اللي عند ال y بصفر إلى موجب ما لا نهاية، بينما مجال الصورة العكسية اللي هو باللون الأحمر يبدأ من الإكس، يبدأ من الصفر إلى موجب ما لا نهاية، والواي تبدأ من يعني هو المدى من ماينس 3 إلى موجب ما لا نهاية. إذا طبعا هاي دالة لأنها خط الأفقي بيقطع في نقطة واحدة. هلأ كيف نبحث عن قاعدة الدالة العكسية؟ بدل إف إكس نعتبرها كنا واي، واي الجذر التربيعي لإكس، طبعا الإكس في الحالة هاي محصورة أكبر من يساوي ماينس 3، بينما الواي كجذر بدك تبحث عن لازم يكون أكبر من يساوي صفر. الإكس بيساوي الجذر التربيعي، بدلنا الرموز، الجذر التربيعي لواي بلس 3، في الحالة هاي صارت واي أكبر من يساوي سالب 3 والإكس أكبر من يساوي صفر. هلا ربع الطرفين عشان يصير عندنا نخلص من الجذر، واكس تربيع بيساوي واي زائد 3. في الحالة هاي نفس الاكس اكبر يساوي صفر و صفر، والواي اكبر يساوي سالب 3، لان الاكس مهما كان موجب وسالب المربع بيصير موجب. طيب خلي الواي لحالها، واي بيساوي اكس تربيع ناقص 3، في هاي الحالة بيكون الإكس أكبر من يساوي صفر والواي أكبر من يساوي سالب 3. إذا القيود اللي عندي مجال إف إكس اللي كان من ماينس 3 إلى بوزيتيف إنفينيتي، لكن مجال الواي مجال الدالة العكسية
اللي هو مدى الدالة الأصلية اللي هو أكبر من يساوي صفر. آسف، المدى، أوكي صح. إذا f ناقص 1 x بيساوي x تربيع ناقص 3، وال x أكبر من يساوي صفر. إذا مجال بالنسبة لل f ناقص 1 اللي هي الدالة الجديدة، المجال تبعها يبدأ من صفر إلى موجب ما لا نهاية، والمدى من سالب 3 إلى موجب ما لا نهاية. أقل شيء لما يكون هاي x بصفر بيكون هون سالب 3. حاول أن تحل نفس الخطوات، أوجد القاعدة وأذكر أي قيود على مجالي f x و f ناقص 1 x. إذا في تغيير بسيط، هناك جذر تربيع لدالة خطية، هون دالة من درجة ثالثة، نمشيها بسرعة. هون مفروض يكون المجال x أكبر من يساوي سالب الجذر التكعيب لx، x أكبر من يساوي الجذر التكعيب لسالب 3، معناها x أكبر من يساوي سالب الجذر التكعيب لـ3، لأن سالب في حالة الجذر التكعيب لو طلعنا برا ما فيش مشكلة عندها. x بدل الرموز، ربع طرفين، x تربيع ناقص 3 يساوي y تكعيب، إذا y بيساوي الجذر التكعيب لx تربيع ناقص 3، f ناقص 1 الجذر التربيع x تربيع ناقص 3، وبالتالي المجال مهما مجال ليس الأور، لا الأور، لأن آسف الأور لأن هاي مهما كان سالب هون الجذر التكعيب يا شباب ممكن يأخذ يكون للعدد السالب والموجب له إجابة، إذن المجال هو أور. لدينا مثال على مسائل لفظية. المثال يقول فنان نحت يصنع مجسمة من الجليد لكوكب الأرض لأحد المعارض، وقد صنع قالبا يسع 4.5 لتر من الجليد. يعني هذا القالب يسع 4.5 لتر من الجليد. كم سيساوي نصف قطر مجسم الجليد إذا ملئ القالب بأكمله؟ إذا هون في عندي مطبات. المطب الأول إنه هي عبارة عن أعطاني كرة، والكرة لها ولما سعة الكرة هي معناها حجمها. إذا ما أعطانيش حجم الكرة، وبالتالي الحجم للكرة هي 4.3 باي r³. إذا هاي أول مطب خلصنا منه، لازم نتذكر قانون حجم الكرة. هلا المطلوب مني إيجاد الآر لوحدها، بسيطة هاي. الحل ال v بتساوي 4.3 باي r³، احنا عاوزين الآر. اضرب طرفين في وسطين بيصير عندك، أو اقسم على 4.3 بصير ال يعني، أو تضرب طرفين في وسطين بعدين تقسم على 4.3 على 4، v بيساوي باي r كيوب، اقسم على باي سكوير على باي بصير عندنا 3 على 4 باي في v بيساوي r كيوب. أنا عاوز ال r، خذ الجذر التكعيبي. ال r بيساوي الجذر التكعيبي ل 3 v على 4 باي. طبعا اذا في قبل يعني في الفيديو في الاسبوع الماضي يعني هون المجال كداله بيكون ار، لكن احنا ككره مستحيل يكون عندي الار اقل من صفر، وبالتالي المجال تبعها بيكون اكبر من او يساوي صفر، حتى اكبر من صفر. أيضا في حاول أن تحل، برضو ناقشت هذا المثال كونه مسألة حياتية. اشترى مدير مطعم مخاريط للآيس كريم، أوجد صيغة لطول نصف قطر R للمخروط بدلالة حجمه، ثم أوجد طول نصف قطر مخروط إذا كان حجمه يساوي 290 باي وارتفاعه يساوي 15. إذن المخروط، أول شيء نتذكر المخروط اللي هو مثل علبة مخروط الآيس كريم مثلا،
ولازم نتذكر الحجم تبع المخروط. إذا هذا المخروط مخروط الآيس كريم، هاي القطع هاي، وبالتالي الحجم تاع المخروط اللي ثلث باي ار سكوير في اتش. إذا في عندي الار متغير والاتش متغير، وهذول المطلوب ان احنا ايجاد نصف القطر، خلي نصف القطر بدلالة الفي والاتش. اذا الفي بتساوي ثلث باي ار سكوير في اتش، اضرب طرفين وسطين بيصير 3 في بيساوي باي ار سكوير على اتش. انا عاوز الار مقسم على باي اتش، اذا 3 في على باي اتش بيساوي ار سكوير. خذ الجذر التربيعي، ار بيساوي الجذر التربيعي 3 في على باي اتش. هلا الشق الثاني من السؤال، اذا اعطاني الفي 290 باي والاتش اعطاني اياها 15، بده الار بيساوي 3 في 290 باي على باي في 15 باستخدام آلة حاسبة، او شيل الباي مع الباي بتروح، وبالتالي الار تقريبا 7.6 سنتيمتر. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حصة قادمة.